السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم منى عادل من قناة وصفات مبدعة. بس النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا وسهلة جدا جدا. هنعمل ملح الليمون. احنا بنشتريه من برة غالي قوي، بس بنشتري من برة بيبقى الكيلو بيوصل 40 جنيه، بس لكن احنا النهاردة هنعمله بطريقة مبسطة وسهلة. مش هتحتاجي حاجة غير ملح، بس ملح بس، وعصير ليمون تعصريه ويتصفى، ما يبقاش فيه بذر، يبقى متصفي كويس او التفل بتاعه، وطبق ومعلقه وصينيه. هنعمل ازاي حبيبه قلبي؟ اولا بصوا، انا كنت عاملاه ومجهزاه وبستعمله، هوريكم بقى بيتعمل ازاي. هجيب الملح، هو على فكره هو ما بيتحدش بكميه، يعني انا مش هقدر اقول لك ايه حطي كوبايه حطي كوبايتين حطي ثلاثه، لا، بتحطي الكميه اللي انت عايزاها. انا مثلا ادي حطيت معلقتين، انت عارفه ان ملح الليمون احنا بنحتاجه في كل حاجه. هحط عليهم العصير الليمون، هحط الاول معلقتين واقلبهم في بعض. المغزى ان انت بتقلبي بتحطي اي كميه ملح انت عايزاها، والليمون بتحطيه لغايه اما يتشرب. اساسا الملح يتشرب من الليمون، يعني انا فاكره ان انا كنت بعت ابني جاب لي ب3 جنيه اداله شويه صغيرين جدا، ولما انا نزلت بقول للعطار بقول له ده ايه ده، بيقول لي يا مدام الملح ليمون غالي اساسا، واكتشفت ان هو طريقته سهله. اللي انا بعمله ده بتحطي كميه الملح اللي انت عايزاها، ما بتتقيديش بمعدل معين، لا، انت اللي بيربطك هنا او اللي بيظبط معاك الدنيا ان الليمون يكون متشرب الملح. وطبعا انتوا عارفين ان فوائد ملح الليمون حلوة قوي للجسم، بيصلح حصوات الكلى والاوعية الدموية على فكرة، وللقلب حلو جدا جدا جدا، وفوائده كتير جدا. بنستعمله في التنظيف وبنستعمله في بعض الوصفات، يعني بالاخر المفروض ده والبيكربونات اللي احنا عملناه، وهتلاقيه موجود عندك في الصفحة في القناة، يعني قصدي سوري، هتلاقيه موجود عندك. الاتنين دول ما بيتقطعوش من اي بيت. هتلاحظي اي وصفة اي حاجة داخل فيها البيكربونات وملح الليمون. طب انا الطريقة سهلة اقدر اعملها، طب ليه ما اعملهاش؟ ومش هتتعبي ومش هتتكلفي. انا كده شربت، بص انا ما خدتش كميه، ما تقيدتش بكميه، بس اللي انا عملته حطيت الملح وحطيت يعتبر خد مني، خدت 4 معالق ملح وخدت يعتبر معلقه او معلقتين سوري من عصير الليمون. بعد كده انت لو عندك بقى صينيه مدوره، بصي بقى يا حبيبتي هتعملي ايه، هجيبي صينيه مدوره نظيفه. للاسف انا الصواني بتاعتي كلها يا ازاز يا اللي هي الجديده الخشب، فانا ما عنديش صينيه مدوره او المربعات، فانا ما عنديش صينيه، فانا عندي دي بس، فانا هفضي فيها اللي انا عملته سوري. هتفردي لي الملح الليمون اللي انت عملتيه بالشكل ده في الصينية، هيبقى راق رفيع قوي. هتفرديه يا بالمعلقة يا هتعمليه بايدك اللي يريحك. انا فردته كده كويس قوي، ويا ستي هتعملي ايه بقى بعد كده؟ حضرتك هتاخدي الصينيه اللي انت حطيتي فيها ديت، هتحطيها، عايزاها تتحط في الشمس، هتحطيها ليله كامله بس في البلكونه، بس تحطيها تاخد الشمس بس لتاني يوم، لشمس تاني يوم لغايه اما ينشف. هتلاقيه بعد كده اتكتل ونشف جدا، والافضل طبعا ان انت تغطيه باي شاشه او باي صينيه اللي هي مخرمه، عشان لا اي حشر او دبان ما يجيش عليه ان انت هتحطيه في البلكونه بالمنظر ده ليله كامله، بس ياخد الشمس لتاني يوم. بعد كده حضرتك
هتلاقيه نشف بقى عامل زي القطعة الواحدة. هتكسريه عادي، تكسريه بس وتفرطيه وتكسريه وتفرجيه، هيطلع بالشكل ده. ودي كانت وصفة النهاردة حبايبي. انا عايزة اقول لكم الحاجات دي سهلة قوي وموجودة عندنا في البيت، مفيش بيت مفيهوش بقى ليمون، والليمون بقى رخيص بخمسة جنيه كيلو تقريبا، والملح بس يعني انت بتجيبي كيس بجنيه او باتنين جنيه، خدتي منه معلقتين ثلاثة، تاخدي كيس ملح كله تعملي كمية عندك براحتك، بس هتستعمليه بس وهيبقى مفيد عندك، وهتدخليه في وصفات تانية كتير. دلوقتي احنا عملنا بس ادي الحمد لله ملح الليمون، وهنعمل وعملنا البيكربونات الصوديوم عملناه، هتلاقيه عندك في القناة. خدي تاكسي كده ولفي لفة، هما لسه كام فيديو كده بس، انا بجيب الصراحة كل المفيد. انا مش عايزة احشي القناة، لا انا بحاول اجيب الحاجة المفيدة اللي بنستعملها كويس. وعملنا الشامبو اللي هو بفرد شعب الترياتين الطبيعي حبيبتي، وهعمل لكم الجلسرين، وهنعمل حاجات حلوة كتير، بس تابعوني وخليكم معايا. وما تنسوش ارفعوا صوابعكم لفوق ودوسوا على لايك ودوسوا بس على اشتراك بس، وما تنسوش التعليقات بتاعتكم انها هتريحني جدا وتبسطني جدا، ونتعامل نشوف مع بعض ايه اللي انتوا عايزينه، انا تحت امركم بس. وكل سوري كنت هقول لكم كل سنة وانتم طيبين، عادي يا رب كلنا طيبين وكويسين بس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم منى عادل من وصفات مبدعة.